الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما قال إخواننا الكرام قبل الآن: نحن أبناء هذه المنطقة، والحمد لله أمة واحدة، شعب واحد، صف واحد، كلمة واحدة، نحن إسلام. إنما المؤمنون إخوة، نحن إخوة، ورابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب قولا واحدا. ليس فقط عقيدات وبقارة، العقيدات والبقارة والجبور والمشاهدة والبوخابور وكل القبائل الأخرى، نحن إخوة، كلنا نتعاون باتجاه الخير. ليس غريبا أن نخطئ، وقد أخطأ من هم أفضل منا، ولكن إذا أخطأنا علينا أن نسرع جادين، وخصوصا هذه مهمة الكبار والوجهاء والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يسرعون إلى حل أي نزاع أو خلاف بين القبائل والعشائر أو بين العشائر أو القبيلة ذاتها، يسرعون جادين لإصلاح الخطأ. هذا مطلوب منا على وجه الجزم والحتم، وإن شاء الله هذا المجتمع ما في شك فيه ليس فئة فئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخشى الله تعالى وتبتغي الأجر والمثوبة من وراء هذا العمل الجليل. كنتم خير أمة. نختم الكلام بهذه الآية العظيمة الكريمة، قول الله رب العالمين في الكتاب العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم لهذا الدين، وهو المهمة العظيمة التي لأجلها الله رب العالمين بعث الأنبياء والمرسلين. وجزاكم الله تعالى كل خير، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.